السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة انا في معرض الشروق في سوق البوادي، عنده اي قطعة ب20 ريال. ان شاء الله المكان يعجبكم. عندهم بصراحة قطع حلوة جدا، انا هصور لكم برضو في كارت، هحط لكم في اخر الفيديو عشان تشوفوا الحاجات اللي عندهم. بصوا ما شاء الله عندهم قطع حلوة جدا، اي قطعة على 20 ريال. عندهم دريسات بيزك تحت اللبس، بس اللي عنده انت عندك من البيزك ده سادة ولا كله منقوش؟ في سادة، في منه سادة يا بنات ب20 ريال. اي قطعة عنده ما شاء الله على 20 ريال. بصوا ما شاء الله، بصوا يا بنات عندهم البناطيل دي برضو على 20 ريال، في منها الوان، في منها الكحلي والاسود وفي الابيض. بصوا ما شاء الله يا بنات الالوان منها، وفي مكتوب عليها اديداس وفي نايك. بصوا ما شاء الله هي كده، بصوا هي معروضة اي قطعة على 20 ريال. وبصوا ما شاء الله برضو البضيهات دي حلوة قوي، اي قطعة ب20 ريال. المكان ما شاء الله حلو جدا. وبصوا الترنجات دي برضو يا بنات، بصوا يا بنات ما شاء الله الموديلات حلوة قوي في الترنجات نص كم، ومشيتها حلوة طرية جدا. الخامة بتاعتها بصراحة ما شاء الله جميلة جدا. وبصوا دي برضو دريس اديداس، ده مكتوب عليه اديداس حلو قوي، تعالوا بقى كده ايه نشوف شوية دريسات كده وحاجات مش معروضة. بصوا ما شاء الله، نبدأ بقى نعرض لكم شوية حاجات كده ان شاء الله تعجبكم. تقولوا لي في الكومنتات ايه الحاجات اللي عايزين اصورها لكم الفتره الجايه، ان شاء الله انا انزل اصورها. بصوا برضو بنات دي برضو موديلات كده لعبات بالوانها، بصوا ده لون برضو تاني برضو منهم، وده لون تالت برضو. هو هيطلع لنا كده شويه موديلات كده هيساعدنا فيها نورينا اشكالها. دي عبايات نص كم كده شكلها حلو جدا، تنفع هدية تقعدي بيها في البيت استقبال، شكلها حلو قوي وخفيفة وجميلة. دي ادي فيسكوز، دي فيسكوز درجة اولى يا بنات ب20 ريال، ودي الوانها، ولسه هو برضو هيعرض لنا الوان منها. دي برضو ما شاء الله حلوة جدا، وده لون تاني برضو منها، وده لون تاني جميل جدا، الوانهم حلو قوي. بصوا الاخيره دي برضو لونها حلو قوي. بصوا يا بنات دي برضو ايه دريسات برضو اهي، ايه بكم قلت نوريها لكم كده برضو معانا. بصوا برضو ده موديل تاني حلو قوي، وده برضو قطعه تانيه. اي قطعه ب20 ريال يا بنات في التصوير، اي قطعه في الفيديو ب20 ريال. ما شاء الله حلوين جدا. وبصوا برضو ده احنا صورناه، وده برضو لون تاني يا بنات منه. وفي برضو يا بنات من اي حاجة انا بوريها لكم، في منها مقاسات، اي حاجة في منها مقاسات. بصوا برضو ده حلو قوي، مشيتها حلو قوي، هاي قطعة على 20 ريال. بصوا اللون ده برضو حلو قوي، اللون الكحلي ده حلو قوي، شكلها شيك جدا. بصوا بصوا دي حلو قوي بصراحة، ومشيتها حلو قوي.
اتمنى يا رب يكون الحاجه عجبكم، وتقولي لي برضو في الفيديوهات حابين اصور لكم ايه تاني في الاماكن انتوا حابين اصورها لكم، ان شاء الله انزل اصورها لكم. ان شاء الله محضر لكم مفاجآت حلوه جدا عشان رمضان، واماكن بتبيع حاجات حلوه جدا رمضان ان شاء الله نعرضها لكم. بص دي، بص دي بقت الالوان، بص بقى دي، بص دي حلوه قوي، وفي منها الوان اللون ده، وفي برضه يا بنات اللون ده برضه من الموديل ده، حلوه جدا ما شاء الله. دي الوانهم، ودي بقى الوان برضو الوان فسكوز زي اللي احنا دلوقتي كنت بوريها لكم. بصوا ما شاء الله، وفي حاجات كات برضو اهي بقى يا بنات كده بيتي، حلو قوي هوريكم برضو كده ايه كم الوان كده منها. بصوا الالوان يا بنات، الالوان ما شاء الله حلوه جدا. بصوا ما شاء الله قماشتهم حلوه قوي، ان شاء الله تيجوا المكان ويعجبكم. وفي من الساده ده برضو، في من اللون البني واللون ده، اللون اللي هو سمني او اوف وايت. وفي دي مخططه، بصوا ما شاء الله عندهم حاجات حلوه جدا بصراحه، والاسعار عجباني جدا. اي قطعه على 20 ريال، ان شاء الله تيجوا المكان ويعجبكم وتقولوا له رايكم ايه. والترنجات جميله جدا برضو، بصوا الوان الترنجات دي هنا برضو. وعندهم يا بنات بيجامات بكم، بصوا البيجامه اللي بكم دي، بيجامه بكم كده ايه بيتي على 20 ريال. ده مركز الشروق، وفي منها يا بنات البيجامه اللي بكم دي، في منها برضو مقاسات، وفي منها الوان، في كذا عندهم برضو موديلات كده بكم شكلها حلو جدا. ان شاء الله تيجوا المكان ويعجبكم. ومش هنسى برضو افكركم مركز الشروق لللبس الملابس النسائيه الراقيه، الجوال اهوش لو حابين يرسلوكم الموقع، محل رقم 402 سوق البوادي جده. وبكده اكون خلصت فيديو النهارده، اتمنى يا رب يكون عجبكم، ولو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. اسيبكم في رعايه الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.